فاكر كنا داخلين على مزبيرو وكنت بتكلم معاك وبعدين قلت لك هكمل معاك الحديث بعد ما نعدي قدام مزبيرو. ايه اللي حصل بقى احكي لي؟ انا سبتك قلت لك اشوف ايه الدوشه اللي قدام، احكي لي اللي حصل بقى عشان ما خدش بالي. اللي حصل ان احنا كنا حوالي 200 الف ابتي وكان معنا اخوه مسلمين كتير حضرتك منهم طبعا وكنت بتصور. كنا داخلين مزبيرو وبنقول سلميه، فالزار هم سمعوها غلط او منظر الصليب بيستفزهم. كانوا بيقولوا ان من كام يوم سمعت ان المسيحيين او النصارى الكفار كانوا داخلين باسلحه وسيوف. وامبارح وانا واقف في المترو سمعت واحده بتقول يا لهوي لو واحد مسيحي شافني دلوقتي هيخطف الواد ويموته. فعايزين برضو بنبعت رساله للعالم كله ان المسيحيين مش كفار في البدايه، طبعا نقول لهم ان المسيحيين مش بيخطفوا. فكلمه واحده بس، احنا عندنا زمان بولس الرسول كان اسمه شاول كان بيضطهد المسيحيه قوي، الطنطاوي بيضطهد المسيحيه وكل الشيوخ السلفيه يعني المتطرفين مش كلهم طبعا المتطرفين بيهاجموا المسيحيه. فاحنا بنقول كلمه واحده بس، بنقول يا رب حاول معاهم وهاتهم زي شاول، بنقول يا رب اغفر ليهم لان احنا مش زيهم. يعني احنا الله محبه تمام، ده الفرق بيننا وبين الناس التانيين. دخلنا مزبيرو وكنا بنقول سلميه ولقينا اتفاجئنا بالعساكر خارجه بتضرب بالشوم. طبعا احنا بنحاول نحجز، كان في حريم وستات بنحجز، اتفاجئنا طبعا العساكر جايه يا ولد الكلب يا كفره يا ولد مش عارف ايه وشتايم طبعا ولا ابشع. وفجاه لقينا مدرعه جايه علينا بتجري فحاولنا نوقفها، راح داخل انا واصحابي كان في واحد صاحبنا دست على رجله شلناه على جنب. اتفاجئنا انا ببص افتكرته بقى بيهتنا، انت عارف الشغل دوت زي ايام الثوره، اتاريه داس على خمسه سته هو رايح، هو راجع داس على خمسه سته. انا متعجب بصراحه من الالام، طلعوا امبارح يتكلموا يقول لك ان الاقباط قتلوا الجيش المصري ومش عارف ايه، وتلاقي واحد خارج لك قلبي قلبي انا مت ومش عارف ايه. طب فين الكلام ده؟ انت كنت موجود يا استاذ يحيى وانت راجل مسلم معتدل وشفت، انت ترى شفت بعينيك شفتنا ماسكين طوبه بنحدفها؟ حتى احنا في واحد كان سايق المدرعه مسكناه بعد ما المدرعه اتقلبت وكانت تتحرق، ما رضيناش نكلمه، ابونا خده وسلمه للجيش، احنا بنسلمه للجيش، الجيش ضربنا مره ثانيه بالصواعق الكهربائيه. فليه يعني؟ احنا عايزين نعرف لو مهما عملتوا ومهما قلتوا كفار وانجاس والبلد مش بتاعتكم، ولو قلتوا 100 مره اسلاميه البلد هتظل مدنيه، مش هنقول قبطيه ولا مسيحيه، لان عارفين ان مصر كل المصريين حتى لو كنا اقليه وشويه قليلين، لكن مصر كل المصريين. شكرا مايكل. شكرا.